السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أحمد من موقع ومدونة زاكسا. النهاردة هنحل مشكلة ظهور الأربع أصفار في جهاز كيوماكس اتش 6. المشكلة بتحصل لما ندي سوفت وير خطأ أو ملف قنوات خطأ للريسيفر. هنحتاج كابل زي اللي في الصورة، نشتريه من أي محل بيع أجهزة إلكترونية، سعره حوالي 20 جنيه في المتوسط. هنحتاج نحمل الملف اللي الرابط بتاعه أسفل الفيديو، وأسيبكم مع الطريقة. نتأكد إن الجهاز مقفول بالباور. هنوصل نختار السوفت وير الموجود في الملف. بعدين هنوصل الكابل للريسيفر. وبعدين هنضغط ستارت. هيطلب ان احنا نفتح الباور بتاع الريسيفر. كده فتحناه. ننتظر لما المؤشر يوصل لحد 100. كده تم الانتهاء. ضروري يا اخوانا ما ننساش نعمل ضبط المصنع بعد توصيل الريسيفر على التلفزيون. لو في اي استفسار انا موجود، اسألوا في تعليقات اللي تحت الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وشكرا ليكم، واشوفكم في الفيديوهات التانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.